الذكاء الاصطناعي في تونس، من وين نبدأ؟ الذكاء الاصطناعي دخل لبلادنا وولي في كل مكان، ما خلى حتى مجال إلا ودخل فيه، حتى في القهوة. يا معلم، تصور قهوة الصباح تعدها لك ماكينة ذكية وينهم أيام قهوة عمك البشير. لكن مش كل شيء سلبي، فما جوانب إيجابية طبعاً. التوانسة عرفوا كيفاش يوظفوا الذكاء الاصطناعي بطريقتهم الخاصة. صحيح، مرات نطيحوا في مواقف تحشم، لكن هذه هي الروح التونسية. المهم، خلينا نشوفوا كيفاش غير الذكاء الاصطناعي حياتنا اليومية، من السوق للحلاقة للفن وحتى للمحاكم. بايات السوق في مواجهة التكنولوجيا. تخيلوا معايا بايات السوق، هذوكة اللي صوتهم يعبي المكان، يبيعوا في السلع بأسلوبهم الخاص، يا حلوة يا ليمونة، كل شي بالدينار. الآن تخيلوا معايا نفس السوق، لكن بدل بايات السوق عندك روبوتات ذكية تعرض عليك السلع. وين ماشي تجيك إعلانات على تليفونك، تفضل يا سيدي، عندنا اليوم طماطم عضوية بأفضل الأسعار. صحيح، التكنولوجيا سهلت علينا الشراء، لكن وينها بركة اللمة والمساومة؟ حلاق ذكاء اصطناعي، قصة شعر أم مغامرة. الحلاقة في تونس فن قائم بحد ذاته. الحلاق مش مجرد واحد يحلق شعرك، لا، هو صديق، مستشار، وطبيب نفسي أحياناً. لكن ماذا لو حل الروبوت مكان الحلاق؟ تخيلوا معايا الروبوت يسألك شنو موديل اليوم يا سيدي، وانت ما فاهم شيء، تقوله أعمل لي كيف العادة، شوية من هنا وشوية من هنا، وهو الروبوت المسكين ما فهمش عليك. النتيجة قصة شعر غريبة عجيبة تخليك تغيب على الناس لمدة شهر. الفن الرقمي التونسي، هل هو فعلا فن؟ الفن في تونس تطور، وظهر عندنا فنانين شباب يستعملوا في التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي لإنتاج أعمال فنية جديدة. البعض يشوف هذا تطور إيجابي، وآخرين يقولوا وينهى الأصالة وينهى اللمسة التونسية، لكن تبقى الإجابة ليكم. هل سيحكمنا القضاة الروبوتات في يوم من الأيام؟ المحاكم التونسية عالم آخر. تخيلوا معايا روبوت قاضي يحكم في القضايا. حضرة القاضي الروبوت، أنا مظلوم، هذا الشخص سرق لي غنمي. والروبوت ببرود أعصاب يرد عليك بتقديم الأدلة والبراهين، وإلا سيتم رفض الدعوة. وينهى روح القانون؟ وينهى العاطفة؟ لمسة تونسية في عالم الذكاء الاصطناعي. صحيح، الذكاء الاصطناعي غير حياتنا، لكن التوانسة عرفوا كيفاش يحافظوا على طابعهم الخاص. من تطبيقات تساعدك تلقى أقرب فريكاسي ليك، لروبوتات تغني يا ليلة عودي بصوت لطيفة. الذكاء الاصطناعي في تونس قصة أخرى، قصة فيها ضحك، فيها سخرية، وفيها شوية من التونسة اللي نعرفوها.